أهلا وسهلا فيكم. اليوم مع الأسف ما عنا حلقة ولغيناها وما عاد نطلع بنوب. هلا مو ظابطة أصلا، أنا ما بعرف أكذب وهيك بده المعد افتتح الحلقة بكذبة بمناسبة العيد. حبينا نعيدكم اليوم الأول من نيسان بكذبة ونتعرف معكم بخبرنا الأول على تاريخ هذا العيد ونرصد رأي ناس بهذا اليوم داخل سوريا. واحد نيسان هذا اليوم معروف بكذبته الشهيرة اللي هي كذبة أول نيسان. هذا التقليد القديم يقال أنه صار بعد ما تم تغيير بداية السنة الميلادية من واحد نيسان لواحد كانون الثاني. قسم من الناس بقي يحتفل ببداية السنة الميلادية بواحد نيسان. هذا الاحتفال الكذابي له عدة أسماء. باليابان مثلاً واحد نيسان هو يوم الدمية، وبفرنسا يوم السمك، وببريطانيا يوم الخدعة. بهذا اليوم بيحتفلوا اليهود كمان بيوم المساخر، والهندوس بمهرجان الهولي. أما بسوريا فهي السنة كان تنافس شرس بين كذبة وزير النفط بحكومة أسد بسام طعمة لما قال إنه ما رح ترتفع أسعار البنزين، وبين عبد الله العمر وأعلانوا عن تنحي بشار على الأكيد بأول نيسان، بحس بأول نيسان ما رح يكون موجود بشار. خلونا نشوف سوا. قادمة أو رفع الدعم. أؤكد لك من هذا المنبر أنه لن يكون هناك لا رفع أسعار ولا رفع دعم. بكل تأكيد أنا مسؤول عن هذا الكلام. لن يكون، هي ليست لا مقدمة ولا إلى ما هنالك، لن يكون هناك رفع لا أسعار ولا رفع دعم. يجب أن يثق المواطن بذلك. أنا أؤكد لكم من هذا المنبر لا يوجد، لا يوجد شيء من هذا الكلام. وأنا مسؤول عن كلامي، أنا عبد الله العمر بدي أكب 30 سنة صحافة وإعلام. 30 سنة ها، من لما عمري 14 سنة عم بشتغل بالصحافة والإعلام، رح أكبهم وأعتذر الصحافة إذا ما بسقط الأسد من هون لشهر 3. لشهر 4 ما بيصير بالمناسبة، لشهر 4 ما بيصير. طبعاً البنزين غلي، ومو بس غلي، انفقت كمان، ومن قوة الكذبة انقطعت المواصلات بكل سوريا والناس صارت تطلع بالشاحنات المعداية بالصدفة. بالنسبة لعبدالله العمر، الزلمة أصدر بيان أعلن فيه عدم نيته الاعتزال نزولاً عند رغبة السوريين الشرفاء على حد تعبيره. بيوم الكذب افتتح الصحفي الموالي لحكومة أسد أيهم غانم بوستاته اليوم وكتب: انتهاء أزمة البنزين والمازوت وهبوط الشو اسمه إلى 500 ليرة وإلغاء تقنين الكهرباء. أيهم أكد لمتابعينه أنه عم يحتفل بأول نيسان عيد الكذب، بس التعليقات كانت حقيقية ومرة، مثل أسامة اللي قال: عنا دايما عايشين بأول نيسان، اسأل مسؤولينا اللي بيطلعوا وبيصرحوا وبعد 10 دقائق بيصير عكس اللي بيحكوه، لا أول نيسان ولا مين جاب أخباره. أما هاني علق: كل يوم نعيشه بهاي الأيام هو الأول من نيسان، صارت حياتنا كلها كذبة كبيرة نحن بذات نفسنا ما عم نصدقها. أما فراس علق: صح، وأنا اليوم عبيت بنزين لحالي، كنت على الكازية واشتريت خبز كمان وما كان في حدا، وبعدها وقعت عن التخت. أما علا علقت: ليش شو في شي جديد؟ ما هذا اللي عايشينه كل حياتنا عبارة عن أول نيسان. لأول مرة البطرك اللبناني مار بشار الراعي بيوجه لحزب الله كلام بهذا الوضوح وبيقول: بدك تخلينا نكون بحالة حرب. خلونا نشوف سوا. أنت لا تفضل الحيل، بدك تجبرني روح على الحرب؟ يعني انه انت تنعمل لنا حي لبنان وفي خيرك وخير كل اللبنانيين في باب الازدهار، ما بدك ايه؟ بدك تخلينا نكون بحالة حرب، انت تقررها؟ طيب انت عم تاخذ رأيي تتعمل حرب؟ عم تاخذ موافقتي تتفوت على سوريا، على العراق، على اليمن؟ عم تاخذ رأي الحكومة لما بدك تعمل تشهر الحرب والسلام مع اسرائيل؟ علما انه بالدستور بيقول انه اعلان الحرب والسلام بيرجع للحكومه بدها تلتزم الاصوات. لي هون ما بدك اني وافق لك ولا بتسال رايي، وهون بدك ياني اني انا اسال رايك بدي اوافق معك. لي انا عم بعمل مصلحتك، انت شو عم تعمل مصلحتي؟ ولا مصلحه شعبك، ولا مصلحه شعبك. نحن بجولة عندنا ناس من حزب الله بيقولوا لنا نحن هذا السلاح ضدنا، مش قادرين بقى نحمل لانه هن جوعانين مثلنا. الجوع مش بس منطقتنا وبدنا عايشين بالغنى والرفاهيه. انا شو بدي اذا عندهم مصالحهم؟ الموضوع ثاني. بس لي انا بدك مني وافق، بدك توافق تنروح على موضوع في خلاص لبنان، وما بدك ياني وافق لما تروح تعمل حرب اللي في خراب. موقف البطرك بيجي بظل تصعيد سياسي كبير عم يشهده لبنان اللي عايش من دون حكومة، وبظل أزمة اقتصادية خنقت كل اللبنانيين.
قسم كبير من اللبنانيين عم يطالبوا برفع الغطاء المسيحي عن الرئيس اللبناني ميشيل عون بعد فشل العهد اللي عم يقوده حزب الله. هذا الكلام انتقل من الكواليس لحتى يصير وجها لوجه من ناشط لبناني للبطرك مار شربل. الناشط قال له للبطرك ميشيل عون خاين لأنه لا يؤتمن على الدستور. خلونا نشوف مع بعض. اليوم ما فينا نبني دولة ومخطوف قرارة ورئيسة غير مؤتمن على دستورة. نحن اليوم مشكلتنا أنه ما بيتطبق الدستور سيدنا. مشكلتنا كنت عم بتقول حضرتك أنه الرئيس يسقط إذا اتهم بالخيانة العظمى. وقع الجرم على الرئيس وهو متهوم بالخيانة العظمى لأنه غير مؤتمن على الدستور اللبناني. وقعت الخيانة على الرئيس سيدنا مثل ما وقعت على رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وعلى أغلبية النواب سيدنا. وأنت بتعرف حضرتك أكثر شخص أنه اليوم رئيس الجمهورية منه أكثر للأسف من بسطجة عند حزب الله. جمهور حزب الله بلبنان هاجم البطرك بعد تصريحاته ضد حزب الله وسلاحه المتفلت بالمنطقة، رغم أنه كانت معظم التعليقات والردود لجانب البطرك الراعي. محمد الأمين اللي قال البطرك الراعي لم يجامل على مصلحة وطن يراد له أن تمزقه الصراعات والحروب. أما راتب علق ما هي الرسالة التي يريد البطرك الراعي أن يرسلها بهذا الفيديو المسرب، وعم يسأل لوين رايحة على هالبلد بظل الأزمات كلها. تعليق من أيمن بيقول أول خيانة ترك الجيش على الجبهة وهرب، واليوم الشعب جاع ونزل، شو بعد ناطرين؟ هي أكبر خيانة في بيب العالم بينام وشعبه وأولاده جوعانين. فيديو صادم بمصر تم تداوله أمس لمتحرش داخل باص. هاي اللحظة وثقتها صبية مصرية وقدرت تصوره بوقت قيامه بهذا الفعل الشنيع. خلونا نشوف سوا. على فكرة انا مصوراك واللي انت بتعمله ده هينزل فيديو وهتتمسك زي غيرك بالظبط عشان قلة الادب اللي قاعد انت قاعد عاملها دي. ايه بقول لك متصور ونفس اللي حصل مع غيرك هيحصل معاك عشان انت انسان حيوان. ارفعوا ايده وشوفوا كده عامل ايه. ارفع ايدك شوفوا عامل ايه. ارفع ايد. ما حدش فيكم راجل متحرك في العربيه؟ ما حدش عربيه متحرك؟ ما فيش حد في العربيه واقف متحرك؟ بص عامل ايه. غطي نفسك انت. لا شيل الحيوان. شيل الشعب. ثواني بس عشان ما فيش راجل متحرك. شيل الشعب شوفوا عامل ايه. انا غطي. غطي نفسك. شيل الشعب شوفوا عامل ايه. اسرع عليك ده انا هظهر يا حيوان. ما فيش راجل متحرك. ما فيش حد خالص متحرك في العربية. ما هو انا سوسته اهو الفيديو. تعالى وانا اوريك اني سوسته. انا مش فاهمه انتوا بتتفرجوا على ايه الصراحه. هات البطاقه بتاعتك يا عم. ده في ايه يا عم؟ هات حاجه شوف زي خلاص ثانيه خلاص. تضامن واسع مع الضحايا وإدانة كبيرة من المصريين للمتحرش اللي طلب من السيدة أن تستر عليه. تعليق من أبو صلاح بيقول ده المفروض يبقى بلاغ للمباحث وهي تجيبه علشان يبقى عبرة لغيره. تعليق آخر بيقول يقال أنه 99% من البنات بمصر بتتعرض لتحرش بمختلف الأشكال. أما إنانا علقت الحقيقة أنه فعلا ما في رجالة عندها شرف ولا نخوة ولا ريحة الرجولة بالميكروباص. ممرات المحاكم المصرية مليانة بقضايا تحرش وما بيمرق أسبوع تقريباً وإلا بيمثل فيها متحرش أمام النيابة العامة أو بيطلع قرار حكم بمتحرش آخر. بس بيبقى السؤال برأيكم شو سبب هالجرأة عند المتحرش أنه يرتكب هيك فعل قذر بمكان عام؟ هاي كانت آخر أخبارنا لليوم وهيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لا تنسوا تتابعونا على أوريانت وأوريانت بلس ونشوفكم الأسبوع الجاي. مع السلامة.